بسم الله. يلا شباب، النهارده كده ان شاء الله باذن الله هنتكلم على ليسون 4 في يونت 2 في الالجبرا. احنا وصلنا المره اللي فاتت خلصنا البروبورشن كله، سواء كان البروبورشن ده بروبورشن عادي او كونتينود اللي هو بيكمل اللي فيه الباور. النهارده ان شاء الله هنفصل الكلام عن اللي فات خالص، يعني الدرس بتاع النهارده ملوش علاقه باي حاجه قديمه. ركز كويس عشان الدرس مختص بذاته كده، واسئلته بتيجي لوحدها في الامتحان، ملهاش علاقه بحاجه قديمه ولا حاجه جايه. الدرس اسمه الدايركت اند انفرس فاريشن. كلمه فاري معناها يتغير. العلامه اللي هنستخدمها طول الدرس هي العلامه دي. العلامه دي اسمها فاري، دي بتستخدم مع الدايركت ومع الانفرس، عشان ما حدش يقول لي هي العلامه دي مقصود بيها دايركت فاريشن ولا انفرس، الاثنين على حسب شكل المساله. تعال الاول نفهم ايه الفرق ما بين كلمه دايركت وانفرس. كلمه دايركت معناها بالعربي كده ايه؟ مباشر. وكلمه انفرس معناها عكسي. طيب زي ايه؟ انا هتكلم على دايما ريليشن بتربط تو فاريبلز ببعض، اكس وواي مثلا. فلو افترضنا ان الاكس، طبعا انا في الاول كده هفهمك باستخدام امثله في حياتنا، الامثله دي هتفهمك ايه الفرق ما بين كلمه الدايركت والانفرس. لو انا كتبت لحضرتك ان الاكس دي بتعبر عن مثلا عدد ساعات المذاكره، والواي هنا عدد ساعات المذاكره، وهنا الدرجه اللي انت بتجيبها في الامتحان، المفروض الكلام ده المفروض ان كل ما عدد ساعات المذاكره بيزيد ايه اللي بيحصل للدرجه؟ بتزيد، تمام؟ وكل ما عدد ساعات المذاكره هتقل الدرجه هتقل. انت خدت بالك ده دايركت ولا انفرس؟ ليه دايركت؟ لان اللي بيحصل في الاولى الثانيه بتمشي وراها، دي بتزيد دي بتزيد دي بتزيد دي بتقل. فعشان كده نقدر نسمي الريليشن اللي ربطت الاثنين دول ان هي دايركت. طيب انفرس مثلا زي ايه؟ لما اقول لك ان الاكس هي عدد ساعات العمل انت بتكتسب خبره او بتتدرب على حاجه، وهنا عدد الاخطاء اللي بترتكبها. لما بتتدرب على حاجه كتير الاخطاء بتاعتك بتقل، فكده دايركت ولا انفرس؟ انفرس، لان الاولانيه زادت فالثانيه قلت. طب لو الاولانيه قلت الثانيه هتزيد، كل ما تقلل عدد ساعات التدريب على حاجه معينه اخطائك هتزيد، هتلاقي نفسك عمال بتغلط، الاخطاء بتاعتك عماله بتزيد. فاللي احنا عمالين بنقوله ده هو فهمك للدرس. هنستخدمه ازاي بقى في شغلنا؟ اولا سواء كان الريليشن اللي عندك دايركت او انفرس فاريشن ما فيهاش ولا بلس ولا ماينس، يعني اي حاجه تلاقي فيها بلس وماينس اعرف ان هي ريليشن عاديه. يعني مثلا كتبت لك اكس ايكوال واي بلس 2، اول لما تلاقي بلس 2 دي اعرف على طول ان دي ريليشن بتوين تو فاريبلز، دي علاقه ما بين الاكس وال، بس ولا اقدر اسميها دايركت ولا انفرس. الدايركت والانفرس ما فيهاش بلس وماينس، امال فيها ايه؟ قال لك هي بتربط الاكس بالواي بالطريقه دي. اقول لك مثلا الاكس ايكوال 2y، دي اسمها دايركت، وهعرفك ليه وتعرفها ازاي. الاكس ايكوال 3 ديفايد الواي، دي اسمها انفرس فاريشن. ركز في اللي انا هقوله، هو الاكس هنا المكان بتاعها نيوميريتور ولا دينومينيتور؟ نيوميريتور، اللي هو في الفراكشن بتبقى فوق. طب والواي؟ نيوميريتور زيها. طب هنا الاكس فين؟ نيوميريتور. الواي دينومينيتور. انت قصدك لما بيكونوا في اماكن مختلفه، واحد نيوميريتور والتاني دينومينيتور، اقدر اسميهم انفرس؟ اه. لما يكون الاثنين في نفس المكان اقدر اسميهم ايه؟ دايركت. يعني لو كتبت 2 اوفر اكس ايكوال 7 اوفر واي، دي كده تتحط ناحيه الانفرس ولا الدايركت؟ الدايركت. ليه؟ الاكس والواي مكانهم فين؟ في الدينومينيتور، الاثنين في نفس المكان. طب لو انا كتبت كده اكس اوفر 7 ايكوال واي اوفر 3 بلس 2، دي تتحط دايركت ولا انفرس؟ ها؟ ولا ده ولا ده. ليه بقى؟ يا بلس وماينس، ولا تنفع تتحط في الدايركت ولا تنفع تتحط في الانفرس. طيب بص يا مستر، كلامك ماشي يعني لحد دلوقتي انا فهمت ايه الفرق ما بينهم، بس انا مش عارف ازاي بقى
انت عمال بتقولي لما تزود قيمه الاولاني الثاني بيزيد او لما تزود قيمه الاولاني الثاني بيقل. تعال نجرب كده في المساله دي. انا عايز حضرتك دلوقتي تعمل تيبل كده، كل اللي انا بقوله ده فهم ملوش دعوه بالمسائل. اكس وواي، اختار ارقام مكان الواي، اي ارقام انت اختار لي ثلاث ارقام. 1 و 2 و 3 ماشي، 1 و 2 و 3 كده انا اخترت مكان مين؟ الواي. هات لي قيمه الاكس. هو لما الواي تبقى ب 1 2 باي 1 ب 2، طب 2 باي 2، طب 3 باي 2، هو ايه اللي حصل؟ لما الواي القيمه بتاعتها عماله بتزيد، الاكس عماله بتزيد، عشان كده نقدر نسميها ايه؟ دايركت. طب تعالى الناحيه الثانيه، ادي الاكس وادي الواي، اختار لي ثلاث ارقام مكان الواي. 1 و 2 و 3، 1 و 2 و 3، تعالى نحط مكان الواي 1، 3 اوفر 1 ب 3، 3 اوفر 2، هو يعني ايه 3 اوفر 2؟ يعني ايه 3 اوفر 2؟ يعني 3 اقسمها نصين تبقى بكام؟ 1.5 اللي هي 1 اند هاف. طيب 3 اوفر 3 1. بص كده الواي كل لما الاكس بتقل، عشان كده سميناها ايه؟ انفرس. فدلوقتي حضرتك فهمت ايه الفرق ما بين كلمه دايركت وانفرس. خليني اقول لك بقى ان الشكل ده بيتكتب بالعلامه اللي احنا قلنا عليها اللي هي علامه الفاري دي. اللي انا فاهمه ان الاكس فاري مع الواي، ده دايركت ولا انفرس؟ عرفت منين؟ الاثنين في نفس المكان، نيوميريتور ونيوميريتور. طب تعالى هنا لما تحب تكتب دي هتكتبها ازاي؟ هروح كاتبها كده اكس فاري مع 1 اوفر واي. انا ليه ما كتبتش ال 3؟ انا ما بكتبش في الفاريشن ارقام، انا المهم بالنسبه لي مين ومين؟ الاكس والواي. هنا الاكس فوق والواي، ده معناه ان هي انفرس. فهمنا كده؟ فهمنا الكلام معناه ايه اصلا؟ عشان لما نبدا دلوقتي نقسم الدرس نصين تاني اللي هو الدايركت والانفرس، ونبدا نشتغل بقى على القوانين وهنعمل ايه في المسائل وهنحل ازاي. الدايركت والانفرس كل واحد منهم ليه فكرتين للحل. اولا انا عايزك بس نبدا في الاول نكتب فاريشن او نكتب ريليشن ما بين الاكس والواي بتعبر عن دايركت فاريشن. هكتب ايه؟ اكس فاري مع الواي. طيب هنا اكس فاري 1 اوفر 1. خليني اقول لك بقى ان الدرس هيسال حضرتك على حاجه من الاثنين دايما، يا اما يطلب منك الريليشن اللي ما بين الاكس والواي، يا اما يطلب منك فاليو من الفاليوز. تعال نشوف ايه الفكره في الاثنين. العلامه اللي هي علامه الفاري دي عشان اشيلها واحولها للريليشن فيها اكس وواي، فيها ايكوال بقى وبلس وماينس والكلام اللي احنا قلنا عليه او باي مثلا، هحط الاكس واشيل علامة الفاري واي دي واحط مكان الفاري ايكوال ام. الام ده ايه؟ كونستانت. وانا عارف ان الكونستانت ده نوت ايكوال زيرو، يبقى هروح كاتب الاكس في مكانها والواي في مكانها. الشكل ده هو شكل الايه؟ اللي انا طالبه منك. طب تعالى الناحية الثانية في الانفرس هتكتب ايه؟ المفروض ان الاكس فاري مع 1 اوفر واي، هتنزل الاكس وتنزل الواي وتشيل علامة الفاري وتحط ايكوال ام. دي الريليشن اللي بتربط مين بمين؟ الاكس بالواي. المعلومة الثانية والأخيرة عشان نبقى خلصنا الدرس. هيطلب منك فاليو، يعني ايه فاليو؟ فاكر لما قلت لك كل ما بتزود الاكس ايه اللي بيحصل للواي؟ على حسب، لو دايركت هتزيد، لو انفرس هتقل، فده معناه ان ممكن يديني أكتر من قيمة للاكس ويطلب مني اكتر من قيمه للواي. فانا دلوقتي لما اكتب لك x1 over y1 equal x2 over y2، انت فاهم ده معناه ايه؟ الاكس الاولى قصادها
الاكس الثانية الواي الاولى قصادها الواي الثانية، ده انفرس ولا دايركت؟ دايركت. طب وانا لو كتبتها كده x1 over x2 equal y1 over y2 دايركت ولا انفرس؟ دايركت. الاولى قصادها اولى، الثانيه قصادها ثانيه. امتى تبقى انفرس؟ هوضح لك اهو. x1 over x2 equal، قول لي انت بقى، y2 over y1. بص كده، ال1 قصادها وال2 قصادها. طب انا لو كتبتها x1 over y1 هتتكتب y2 over x2. لازم تلاقي فيه شقلبة في الشكل عشان تقول عليهم انفرس. الرمز، ترتيب الرمز، ترتيب الارقام، الاكس الاولى قصادها اكس ثانيه او قصادها واي اولى، يبقى ده معناه ان ده انفرس. الارقام هي اللي بتعبر لي على الانفرس او الدايركت. طيب يا مستر دلوقتي انا فهمت معنى الدرس وشويه يعني فهمت القوانين، هستخدم الكلام ده ازاي في الحل؟ تعالى نبدا نشوف المسائل. المسائل بقى هي اللي هتوضح لنا القصه هتمشي ازاي. لو بدا السؤال بكلمه يبقى حضرتك هتكتب الشكل ده وتبدا تدور على قيمه الام. تمام؟ لو طلب منك هتعمل ايه؟ هتكتب البرواز ده باي شكل من الاشكال اللي انت فاهمها وتبدا تجيب له قيمه الانون اللي هو عايزه، الفاليو، القيمه اللي هو عايزها، سواء الكلام ده كان في الدايركت او في الانفرس. يلا تعالى نقرا السؤال ده. اول جمله في السؤال بيقول لي if y vary مع السؤال هنا، ده دايركت ولا انفرس؟ عرفت منين؟ الاثنين في نفس المكان. فانا عرفت دلوقتي ان طالما الواي فاري مع الاكس اند الواي ايكوال لما الاكس اقرا كده then find the ايه بس خلاص، يبقى انا هعمل شكل البروبورشن وابدا اكتب الارقام بتاعتي. ها واي 1 مثلا اوفر اكس 1 ايكوال واي 2 ولا 1 2 اوفر اكس 2. ليه؟ عشان ده دايركت. تمام؟ الدايركت معناها ال1 مع بعض وال2 مع بعض، او ال1 قصادها 1 وال2 قصادها. عشان ما الاقيش حد يقول لي يا مستر هو انا لازم اكتب، انا ممكن اكتب y1 over y2 equal x1 over x2. ما هي الناس اللي فاهمه بدرس البروبورشن انت عارف انك ممكن هنا تشتغل بايه؟ antecedent over antecedent، consequent over consequent، ان y1 divide y2 اهي equal x1 divide x2. فاي جمله من الاثنين صح، والاثنين افهمهم بطريقتك، الاثنين ليهم نفس المعنى اساسي. طيب طالما احنا عملنا كده هبدا اعوض بالارقام. انهي ارقام يا مستر؟ مين ال1 ومين ال2 اساسا؟ اللي هو مديهم لك بترتيبهم. مين اول واي اداها لك؟ هحط مكانها 20. مين اول اكس اداها لك؟ 7. هحطها ب 7 ايكوال. الواي الثانيه بكام؟ موجودة ولا مش موجودة؟ هتحطها y2 زي ما هي، واسمها y2 مش y باور 2 عشان من كتر الكتابة والتسرع بتكتبوا دي باور. ها الاكس 2 14. لو اديت سؤال ده لعيل في ستة ابتدائي هيعمل ايه؟ كروس مالتيبليكيشن بس خلاص. الكروس مالتيبليكيشن معناه ان الواي 2، طبعا هو عايز الواي، الواي 2 ايكوال مين اللي في وش الواي 2؟ هتحطها فين؟ في الدينومينيتور، وتضرب مين في مين؟ ال 20 في ال 14. 20 باي 14 هتطلع 40، يبقى ده معناه ان الواي الثانيه قيمتها بكام؟ خلص السؤال. سؤال قمه السهوله ما فيهوش اي حاجه. ايه؟ تمام. خدت بالك الفكره بتزيد ازاي؟ بس في ساعات هيحط لي ارقام دلوقتي فيها ديسمال مثلا، او انت مش قادر تربط ال 7 بال 40، كتبت لك هنا 7 وتحتها مثلا كانت 32. فال7 مالهاش ريليشن مع ال32، فالحل ان انا اكمل بالطريقه دي تطلع ديسمال برضه او تطلع فراكشن ايا كان. سؤال بيز هو اللي كاتب اهو انفرسلي از، هتكتب انت ايه؟ واي لا مش ايكوال، خليها علامه الفاري الاول، فاري
ليه اخترت 1 اوفر اكس؟ عشان هو قال لي كلمه انفرسلي. فالانفرس بتعمل ايه في اللي بعدها؟ بتشقلب، بدل ما هي اكس اوفر 1 هتبقى 1 اوفر اكس. دي كده الريليشن اللي عندي. كمل يلا. الواي بكام لما الاكس؟ هات لي بس خلاص. اول لما سمعت كلمه الريليشن انا عارف ان الريليشن هي عباره عن ان انا بنزل الاكس وانزل الواي واشيل علامه الفاري واحط ايكوال، وهدفي الاساسي ان انا ادور على قيمه الام. طيب ازاي تجيب الام؟ اقرا السؤال. السؤال لحد هنا هيخليك تجيب الام. هي الريليشن اللي انت كاتبها دي فيها كام فاريبل؟ 3. مين ومين ومين؟ اكس واي وام. انا في السؤال اديت لك ايه؟ طب ما تعوض عنه، اعمل سبستيتيوت. تعال نشيل كل اكس ونحط 2.5 ونشيل الواي ونحط ايه اللي هيتبقى لك؟ مين الفاريبل اللي باقي؟ هتقدر تجيب قيمته؟ يبقى انت كده جبت الريليشن. الموضوع بسيط خالص. تعال نشيل الاكس دي ونحط مكانها كام؟ 2.5 ايكوال الام، هتفضل اسمها ام مش عارفها، اوفر الواي 6. تعمل ايه عشان تجيب الام؟ كروس مالتيبليكيشن. ليه كروس مالتيبليكيشن؟ اهي اوفر 1 واعمل الكروس. يبقى ده معناه ان الام ايكوال كام باي كام؟ 6 باي 2.5. هتلاقي الام طلعت ايكوال 15. كده انت جبت ايه؟ الكونستانت. تمام كده، الكونستانت اوف فاريشن. انا عايز اكتب له الريليشن. ريليشن ايه يا مستر؟ ما انت جبت الريليشن خلاص. مش هي المفروض ان الاكس ايكوال ام اوفر 6 او ام اوفر واي؟ انا المفروض ان انا عشان اجيب له الريليشن تبقى ما بين مين ومين؟ مفيش ام خالص. طب ما انت جبت الام اهي، حطها في المساله. هروح كاتب له تاني ذا ريليشن، ودي حته من الحتت اللي الناس معظم الوقت بينسوها. هتشيل الام وتحط مكانها 15. يبقى شكل الريليشن بقى ايه؟ اكس ايكوال 15 اوفر الواي. دي الريليشن اللي بتربط مين بمين؟ خليني اقول لك على حاجه كانت ممكن تبقى في دماغك دلوقتي. ان انت كنت عايز تكتب مكان الاكس 2.5 ومكان الواي 6، فكنت هتكتب كده 2.5 ايكوال 15 ديفايد 6. هي دي ريليشن؟ هي دي بتربط الاكس بالواي؟ دي بتربط ارقام ببعض. انا عايزك تجيب، هو السؤال بيقول لك ايه؟ فايند ذا ايه؟ بتوين مين ومين؟ يبقى انا عايزك تجيب لي الاكس والواي في ريليشن مفيش ما بينهم اي حاجه تاني. ارقام تاني معاهم ماشي مفيش مشكله، لكن ما تحطليش معاهم اي فاريبل تاني ولا ام كونستانت ولا غيره. فانت هدفك الاساسي في اي ريليشن ان انت تجيب قيمه مين، وبعد كده ترجع تعوض بيها في الريليشن بتاعك. خلص السؤال؟ اقرا كده. Then find that. افكر بقى كده وقول لي هتعمل ايه. هنعمل اكس 1 اوفر، ماشي هكتب اهو اكس 1 اوفر اكس 2 ماشي ايكوال. ليه حطيت واي 2؟ انفرس. يبقى واي 2 اوفر واي 1. عندك الارقام مترتبه؟ اه. اول اكس اديتها لي 2.5، تاني اكس 5، تاني واي مش موجوده واي 2. طب واول واي ب 6؟ هتعمل ايه؟ كروس مالتيبليكيشن، يعني هتضرب. واسمعني، مين في مين على مين؟ 2.5 في 6 على 5. خليني اقول لك ان كل اللي انت عملته ده على عيني وعلى راسي، بس في حل اسرع. بص للريليشن بتاعتك. هو انا لو شلت الواي، او اسف شلت الاكس وحطيت 5، الاكس دي مش هو بيقول لي هات لي قيمه الواي لما الاكس 5؟ لو انا شلت الاكس وحطيت 5 يبقى الواي هتطلع بكام؟ خلص. ده اسرع من ان انا اقعد اعمل كل ده، بس بشرط ان يبقى عندك الريليشن. ما هو انا لو ما عنديش الريليشن والسؤال بادئ بكلمه فايند ذا فاليو مش هعرف اعوض في حاجه. يبقى لو السؤال بدأ بكلمه فايند ذا وبعد كده قال لك هات لي الفاليو، ما تستخدمش القانون بتاع اكس 1 على اكس 2 واي 1 على واي 2، لانك عندك الريليشن اصلا.
ممكن تريح دماغك على طول بدل كل ده، مع انه صح مش غلط. هقول له كده at لما الاكس ب 5 therefore 5 equal 15 over y، يبقى الواي equal 3 ومسألتي خلصت. ده كده اسرع بالنسبه لي من ان انا اقعد اعوض كذا مره او اعمل الفراكشن ده بالشكل ده. طيب خليني اقول لك بقى ان في مساله هتجبرك اكتر انك تحل بنفس الطريقه، انك تجيب الريليشن الاول وبعد كده تعمل سبستيتيوشن، تبدا تعوض بالارقام. بص المساله دي طبعا هي المساله فيها تكتين جوه بعض. اقرا السؤال بس واحده واحده. If x and y are two variables where y varies، ثانيه واحده هروح كاتب y vary directly as، يعني مع the multiplicative inverse of 1 over x power 3. اكتب x power 3 بس ليه؟ هو قال لي كلمه ايه؟ خد بالك ان هو قال لي كلمه الاول دايركت، يعني هو قصده اكتب اللي انا هقول لك عليه مظبوط ما تشقلبوش، وراح حاطط كلمه مالتيبليكاتيف انفيرس لمين؟ فانا اضطريت اعمل ايه في الاكس باور 3؟ اشقلبها. طب وانا لو شلت دلوقتي في السؤال ده كلمه مالتيبليكاتيف انفيرس هكتب ايه؟ هكتب اكس باور 3 واي فاري 1 اوفر اكس باور 3. يا مستر ثانية انت غلطت في حاجة، هو مش هنا بيقول لي دايركتلي؟ مش المفروض دايركتلي معناها الاتنين في نفس المكان؟ الاتنين اللي هقول لك عليهم بترتيبهم، يعني الواي هنا والاكس باور 3 هنا، يعني بالبلدي كده كلمة دايركتلي يعني سيبهم زي ما هم. انفرسلي معناها ايه؟ شقلب مين؟ اللي بعد كلمة انفرسلي. فهو هنا قال لي كلمة ايه؟ في السؤال دايركتلي، يعني قصده نزل زي ما هو. انزل مين بقى زي ما هو؟ المالتيبليكاتيف انفرس بتاع ده، يعني شقلب ده. خدت بالك عشان عشان بتلخبط شويه. هو قال لحضرتك نزل مين زي ما هو؟ اللي هقول لك عليه. مين اللي هقول لك عليه؟ المالتيبليكاتيف انفرس بتاع 1 اوفر اكس باور 3. عشان كده بقول لحضرتك ركز في الطريقه اللي هيقول لك بيها السؤال. لو قال لك دايركتلي سيب اللي هيقول لك عليه زي ما هو، قال لك inversely شقلبه، أشقلب مين اللي جاي؟ خلاص؟ أنا هنا ما شقلبتش حاجة بسبب كلمة inverse، مفيش inverse أصلاً، في كلمة multiplicative inverse ووظيفة multiplicative inverse إنه بيعمل إيه؟ بيشقلب. طيب، هسأل بقى سؤال صغير كده عشان الناس أشوف مين اللي واخد باله. لا أنا عايز أعرف لو السؤال جالي كده انا هكتب ايه بالظبط؟ واي فاري وان اوفر اكس باور 3 بس بالنيجاتيف، يعني هشقلبها ولا لا؟ ليه؟ هو قال لي كلمه ايه؟ دايركتلي، يعني قصده سيبها زي. طب اسيب مين زي ما هي؟ ال 1 اوفر اكس باور 3 بس هات لها ايه؟ الاديتيف عكس الساين، فهي هتبقى بالنيجاتيف سواء حطينا النيجاتيف تحت او فوق او بره الفراكشن خالص مفيش مشكله، المهم ان الشكل ده بقى شكل ثابت ما بيتغيرش. فانت يعني بعد اللي احنا قلناه ده تقدر بقى تترجم كل الكلام وتعيد المساله تاني، فنقول ان الاكس فاري او اسف الواي فاري directly مع المالتيبليكاتيف انفيرس. اشربي تموتي ولا ايه من اول حصه؟ فاري مع المالتيبليكاتيف انفيرس بتاع 1 اوفر اكس باور 3، فهتشقلب الاكس باور 3 هتبقى اكس باور 3 بالشكل ده. ابدا بقى كمل. هو عايز ايه؟ بيقول لك الواي بكذا لما الاكس بكذا. ها فايند ذا، هنعمل ايه؟ هننزل الواي ونشيل العلامه ونحط ايكوال ام، بس الاكس فيها باور كلام زي الفل. عندك هنا في كام فاريبل؟ 3 اكس واي وام، عندك منهم كام واحد؟ الاكس والواي هتحطهم وتجيب قيمه. تعال نشيل الواي ونحط 18 ايكوال ام باي 2 بس باور
2 باور 3 بكام؟ 8m. 8m equal 18. لو انا عايز الام هنا مفيش كروس ملتيبليكيشن بقى، هعمل ايه؟ هعمل ديفايد، مش هعكس الساين، هي دي مش بلس ولا ماينس، دي باي. فانت هتعمل ديفايد لل 8. لما عملت ديفايد لل 8 ال 8 طارت، يبقى الام ايكوال كام على كام؟ 18 ديفايد 8 على الاله هتطلع 9 اوفر 4. دي مين؟ اللي هنعمل بيها ايه؟ هنحطها جوه الريليشن، تمام؟ تعالى نحطها بقى جوه الريليشن كده، واروح كاتب له ذا ريليشن. ها ايه هي؟ y equal 9 over 4 x باور. كلام زي الفل. كمل بقى بقيه السؤال. then find the values، مش value، values دول كتير، of y. لما الاكس بكام؟ 1. عارف لو ما قلتلكش الحل اللي فات كنت هتضطر دلوقتي تعمل ايه؟ تحل المساله على ثلاث مسائل. تبدا تكتب x1 على x2 equal y1 على y2. مش ده دايركت؟ صح كده؟ بس خد بالك ان انت نسيت حاجه، ان الاكس هنا باور كام؟ فالمفروض تكتب x1 باور 3 over x2 باور 3 equal y1 over y2. ما هو دايركت. وتبدا تعوض بقى بالارقام، وبعد ما تخلص تكتب نفس الكلام تاني وتغير، بس المره دي الحل بقى اسرع بسبب وجود الايه؟ الريليشن. طب هسالك بقى سؤال يا مستر، هو ينفع اثبت انا مع نفسي طريقه الريليشن دي في كل المسائل؟ ينفع، يعني حتى لو ما طلبش منك الريليشن ممكن تجيبها، بس انت كده تبقى بتضيع وقتك لو جالك سؤال زي اول سؤال خدناه، هو كان عايز منك ايه بس؟ الفاليو بس. اول سؤال كان عايز الفاليو، فانا هكتب له الفراكشن واعمل كروس والمساله خلصت، ما ضيعش وقت، تمام؟ تعالى نمسح الكلام ده ونبدا نعمل سبستيوت عن قيمه مين؟ هو قايل لي ايه؟ الاكس بيلونج، الاكس بيلونج، يبقى انا هعوض عن الاكس مره بزيرو، مره ب1، مره ب4. دول الثلاث ارقام. تعالى نعوض يلا، يبقى الواي ايكوال 9 اوفر 4 باي 1 باور 3 0 باور 3 1 باور 3 وهنا 4 باور 3. الرقم اللي هيطلع على الآلة هكتبه في كل مرة، أول مرة هتطلع 0، ثاني مرة هتطلع 9 اوفر 4، ثالث مرة هتطلع 144. في مشكلة لحد دلوقتي في الأسئلة؟ يبقى إحنا خدنا أفكار بتتكلم على إيه لوحدها؟ find the value، وأفكار تانية بتتكلم على relation، وأفكار بتتكلم على find the value والريليشن في نفس المسألة. ناقص لنا بالظبط كده عشان نبقى خلصت الدرس كله ثلاث أفكار كمان. فكرة المسألة الكلامية الوردز بروبلم، مسألة هيجي يقعد يرغف كلام كبير قوي، أنا هستفيد منه شوية رموز بس. هيقعد يقول لك الفوليوم أوف سلندر، أو اللينس بتاع الريكتانجل، أو الويتس بتاع مش عارف إيه، أو الأريا بتاعت السكوير. هو بيديك شويه رموز، انت هتاخد الرمز بس، مالكش دعوه بالكلام العام. وافضل دور على كلمه ايه؟ عنوان الدرس. فاري. كلمه بقى، ما هي دي اللي هتعرفني هل في دايركت ولا انفرس. طبعا اول ما تشوف السؤال هتتصدم كده، ايه الهباب ده؟ ما احنا كنا ماشيين زي الفل. خليني اقول لك ان السؤال ده زيه زي اي سؤال قديم ويمكن اسهل منه، بس افهم اللي انا عايز اوصله لك. ما تشغلش دماغك بالكلام الكتير، ركز على الرموز وكلمة vary. مين vary مع مين؟ هو ده أهم حاجة بالنسبة لي. ابدأ اقرا. if v denotes لمين؟ يبقى أول لما يقول لك volume هستخدم حرف ال v. of a right circular cone its height is constant، ولا ليا دعوة بكل ده. and if v أيوه هي دي. ال v varies directly، يعني اللي هقوله لك هتكتبه زي ما هو. as the square of، طب ما انا مش عارف ارمز للradius بايه، كمل كده. of the base of the cone اللي هي، يبقى انا عايز اكتب هنا ايه؟ ليه قلت باور 2؟ عشان كلمه ايه؟ لو ما خدتش بالك ان دي سكوير هتحل المساله كلها غلط. هو ما قالكش الفوليوم بيعمل vary،
مع الراديوس. قال لك مع ايه؟ سكوير الراديوس. يبقى حضرتك هتحط هنا ار باور. ده يا سيدي كل اللي انا عايز اقوله لك في اول سطرين. بدل لما انا كنت اكتب لك الريليشن دي قعدت ارغي الرغي اللي فوق ده. طب كمل يلا. بيقول لحضرتك and the volume of the cone was 477. يبقى حضرتك عندك مين؟ ال V بكام؟ 477 كيوب سنتيمتر. لما when the radius length of its base equal لما ال R بكام؟ 15 سنتيمتر. دول كده معلومات. تقدر تعمل ايه؟ ما تقراش ما تقراش، كمل انت قول لي فهمت ايه؟ تقدر تجيب ايه؟ واجيب الريليشن بان انا اجيب ايه الاول؟ الكونستانت اللي اسمه ام، وارجع احطها في الريليشن واكمل مسالتي. ده لو انا عايز امشي بالطريقه دي. طب كمل كده. بيقول لك فايند ذا ايه؟ هات لي الفوليوم بتاع الكون لما البيز. يبقى حضرتك كده عايزني اجيب لك انا الفوليوم بكام لما الراديوس بايه؟ ب 10 سنتيمتر. تستخدم ايه؟ استخدم الريليشن، اجيب انا الريليشن ولا استخدم قانون الفاليو على طول؟ الفاليو على طول. وليه توجع؟ انا مش عايز الريليشن ولا عايز الكونستانت ولا عايز حاجه، انا طالب منك بس الفاليو. فحضرتك هتروح كاتب كده ها v 1 over v 2 r 1 باور 2 over r 2 باور 2. مين ال v 1 وال v 2؟ انا بعيدهم لك عن بعض اهو. ال v 1 بكام؟ 477. ال v 2 unknown مش معروفه. ال r 1 ما تنساش باور 2. ال r 2 باور، اعمل كروس مالتيبليكيشن مسالتك خلصت. ده باور 2 بس. يبقى هقول له دلوقتي ال v 2 ايكوال اللي في وشها 15 باور 2 وهضرب 10 باور 2 في 477 واللي هيطلع كيوب سنتيمتر لانك بتسالني على فوليوم. ده المساله الكلاميه. طب ناخد مساله كمان. If the length of a rectangle L مالها؟ يبقى ادي ال L vary as اللي هو ال W، فهكتب 1 over W. ليه كتبت 1 over W؟ بسبب كلمة inverse. When the area is نفض، ولا ليك دعوة بالكلام ده. And ال L بكام؟ لما ال W. هات لي قيمة لما ال W. فنكتب ايه؟ ال 1. ليه ايكوال؟ ليه هتشتغل على الريليشن؟ هو مش عايز الريليشن عشان في ناس قالت ايه ال ايكوال. يبقى ال 1 اوفر ال 2 ايكوال دبليو 2 اوفر دبليو 1. لو قلت دبليو 1 اوفر دبليو 2 يبقى انت قصدك ان الريليشن دايركت، دي انفرس. ما هو انا بحدد بناء على اللي انا كاتبه هنا. ابدا اعوض. اول ال انت اديتها لي ب 12، ثاني ال النون، ثاني دبليو ب 3، اول دبليو ب 8. هتعمل ايه؟ بس خلاص. ده احنا كده خلصنا فكره اللي هي فكره المسائل الكلاميه. مفيش ريليشن، ممكن يطلب مني ريليشن، طلب مني ريليشن عادي مش فارقه. هتعمل ايه؟ هتروح كاتب له ال L equal M over W وتعوض عن ال L وال W وتعمل تاني كروس وتكمل مسألة. الفكرة الأخيرة أو الفكرة الثانية آسف، إن هو هيطلب مني دلوقتي إن أنا أعمل بروف إن المسألة عندي فيها فاريشن سواء كان دايركت أو انفرس. طيب أنا هثبت إزاي؟ أنت بتعرف إزاي تفرق ما بينهم؟ أولاً مفيش بلس وماينس ولا في الدايركت ولا في الانفرس. طيب تعرف الفرق ما بينهم ازاي بقى الدايركت والانفرس؟ احنا قلنا ايه؟ امتى تبقى دايركت؟ الاثنين يكونوا في نفس، يعني مثلا ينفع يبقوا الاثنين في نفس السايد ولا لازم الايكوال في النص؟ الايكوال في النص. يعني انا لو كتبت دلوقتي 2x equal 7y دي ينفع نقول عليها دايركت؟ لان الاكس في سايد والواي في سايد والاثنين فين؟ في النيوميريتور. فانت تقدر تستفيد ايه من الرغي ده؟ ان الاكس فاري مع، ماليش دعوه بالارقام،
الارقام دي هي الكونستنت، انا ما بدورش عليه دلوقتي، انا بسالك على الفاريشن دي فاريشن دايركتلي ولا انفرسلي؟ دايركت. طب لو انا كتبت كده 2x plus 5y equal 10y، تقدر تقول لي ده دايركت ولا انفرس؟ تعمل ايه؟ دي ريليشن، تعمل ايه؟ ماشي، تعمل ايه؟ فكر. هاخد الواي ارميها الناحيه الثانيه مع الواي، فبقت 2x equal 10y minus 5y، يعني ال 2x equal 5y. ومن الشكل ده اقدر اقول ان الاكس فاري دايركتلي مع الواي. طب لو انا كتبت كده 2x plus 3y، او خليها بلاش بلس، ماينس 3y اوفر 5x minus y equal 0، نعمل ايه؟ قلت ايه مفتاح حل كل حاجه في ثالثه اعدادي؟ الكروس مال. اول لما تحس نفسك مبلم كده كروس مالتيبليكيشن على طول، ما تفكرش. اوفر كام؟ اعمل الكروس. كل ده باي 1 هينزل كل ده زي ما هو. طب كل ده باي 0 بزيرو، تعمل ايه؟ هنودي نيجاتيف 3y الناحيه الثانيه، تبقى ال 2x equal 3y. ومن الشكل ده تقدر تقول لي تمام ان الاكس فاري مع الواي دايركتلي. طب بص للسؤال اللي بعده، x باور 2 بلس 9y باور 2 ماينس 6y ايكوال 0. طبعا الناس اللي ذاكرت هتعرف تحل السؤال ده. فاكتورايز. اول لما هتشوف السؤال هتقول كلمه فاكتورايز الناس اللي ذاكرت. ليه؟ لان احنا قلنا الفكره دي الحصه اللي قبل اللي فاتت واللي فاتت كمان. قلت لحضرتك ده تراينوميال فتعمل له فاكتورايز. ازاي؟ ادي ال 2 براكتس وايكوال ايه؟ 0. اكس واكس واي واي. وهنقول الجمله، الجمله كانت بتقول عايز رقمين حاصل ضربهم 9 ومجموعهم 6 3 باي 3، هتلزقها جنب الواي الساين الاخيره يبقى الاثنين، وطالما ال 2 براكتس زي بعض، طالما ال 2 براكتس زي بعض هعمل ايه؟ انا قلت اعمل ايه؟ هاخد واحد بس واساويه بالزيرو، ما هما الاثنين زي بعض، لكن لو كانوا مختلفين كنت باسم الصفحه نصين واحل المسالتين. فهنا المفروض انك تاخد اكس ماينس 3y وتساويها وتعمل ايه؟ ودي نيجاتيف 3y الناحيه الثانيه، تبقى الاكس ايكوال 3y، وبالتالي كل دي مسائل، دي مش مساله. انا لميت لك معظم الافكار اللي يقدر يقول لك فيها كلمه ايه؟ بروف ان في فاريشن ما بين مين ومين؟ الاكس والواي. كل دول كانوا دايركت، كل دول كانوا دايركت. ممكن زيهم بالظبط اقول لك انفرس، اقول لك بروف ذات ان في انفرسلي فاريشن. بص للسؤال اللي جاي، انت بالك ايه الفرق؟ لما اقول لك دلوقتي مثلا اكس باور 2 واي باور 4 ماينس، وهنا بلس مثلا 1، وهنا 2 اكس واي باور 2 ايكوال 0، ها برضه ده ايه؟ فاكتورايز. ادي ال 2 براكتس ايكوال 0، هنا اكس واي باور 2. ليه بقى؟ لان الواي هنا باور كام؟ انت بتجيب الروت بتاعها 2 و2، وهنا اكس واي باور 2. قول لي الجمله، عايز رقمين حاصل ضربهم 1 ومجموعهم 2 1 باي 1، الساين الاخيره بوزيتيف، الاثنين زي اللي في النص، التو براكتس زي بعض، هاخد براكت اللي هو اكس واي باور 2 ماينس 1 ايكوال. كمل، انت عايز ايه؟ ثانيه واحده، انت عايز ايه؟ عايز اثبت ان في فاريشن ما بين، ينفع تثبتهم وهما الاثنين في نفس السايد؟ يبقى من الاخر كده انت عايز طريقه تفصل بيها مين عن مين. طيب قول لي هتعمل ايه اول خطوه؟ هناخد ال1 نرميها الناحيه الثانيه، اكس واي باور 2 ايكوال بوزيتيف 1. ممتازه، برافو عليك.
هي عارفة ان الاثنين دول معمول لهم ايه في بعض؟ باي. عكس الباي ايه اللي يفصلهم؟ ديفايد. فحضرتك ممكن تعمل ديفايد واي باور، وبالتالي هتلاقي الاكس خدت السايد ده، وهنا 1 اوفر واي باور كام؟ يبقى الفاريشن هنا دايركت ولا انفرس؟ ما بين اكس وواي. حسبي الله ونعم الوكيل. الاكس والواي باور 2، هو هيضحك عليك في الامتحان في الحته اللي انت لسه قايلها دي، هيقول لك ذيرفور، ويكتب لك في الاختيارات اول اختيار كده اكس فاريز انفرسلي از واي، فحضرتك تروح مختارها. غلط. الاكس هنا فاري مع الواي ولا مع الواي باور 2؟ فلما تيجي تختار الجمله هختار الجمله اللي فيها الاكس فاري مع 1 اوفر واي باور 2. اخر معلومه عشان نبقى كده لمينا الدنيا، الشكل ده هل ينفع اكتبه كده ولا لا؟ ينفع ولا لا؟ هو ينفع بس مش هينفع تثبت الكونستنت. لو انت هنا جيت تجيب الريليشن هيطلع لك الام برقم، لو جيت تجيب الام هنا هتطلع برقم مختلف، مع ان الاثنين انفرس، بس هنا مين ايكوال مين؟ يعني انت لما تيجي تكتب الريليشن هنا هتكتب ايه؟ اكس ايكوال ام اوفر واي باور 2، اما هنا واي باور 2 ايكوال ام اوفر اكس، صح كده؟ هل الام بقى هتبقى ثابته ولا هتتغير؟ فكر كده. هكتبها لك x equal m over y power 2 y power 2 equal m over x. هي الام هنا equal ايه؟ انت هتجيبها ازاي اصلا؟ تعمل كروس. مين اللي في وش الام؟ ال1. خلاص يبقى m equal ايه؟ x by y power 2. مش انت هتضرب الاثنين؟ انتوا مبلمين ليه؟ طب ما هنا نفس الكلام، يعني هي هي، يبقى ده معناه ان الام ثابته ولا هتتغير؟ ثابته. فانت تقدر تكتب الجمله دي او دي. هنا الناتج بتاع الام في مش في المسائل دي، انا بفكرك دلوقتي هل دي هتتغير ولا لا؟ فكري. ما اتغيرتش، يعني في الاول شكلها هتبقى متغيره لان الاكس فوق والواي تحت، الاكس تحت والواي فوق، لكن لما انا جيت اجربها فعلا لقيت الام ايه؟ كونستانت، ثابته ما بتتغيرش. كده احنا خلصنا كام نوع؟ نوعين. نوعين؟ النوع التالت بنحمرق حتى في الانواع. هنا بيقول لي بروف ذات ان الاكس فاري مع الواي، هتعمل سيبك بقى من دايركت ولا انفرس، هتعمل كروس مالتيبليكيشن، هتضرب مين في مين؟ كل ده في التو، اضربها 6x من غير باور ماينس 10y ايكوال، هتضرب مين في مين؟ كل ده في 1، فهينزل يبقى 3x ماينس 9y. هتعمل ايه؟ الاكسات في ناحيه والارقام في ناحيه والواي الناحيه الثانيه، ال 6x هتنزل، مين اللي هيجي لها؟ ليه بوزيتيف؟ انا عايز مين؟ الاكس، الاكس هي دي بوزيتيف 3x، تبقى نيجاتيف 3x. مين صاحب المكان الناحيه الثانيه؟ نيجاتيف 9y، ينزل نيجاتيف 9، انا ما غيرتش مكانه، نيجاتيف 9y. مين اللي هيجي له؟ بوزيتيف 10y، جمع يلا 6x ماينس 3x 3x. طب ونيجاتيف 9y بلس 10y y، دي معناها ايه؟ هسال سؤال بقى طبعا هنا دايركت، هو انا اشمعنى هنا قلت لك دي معناها ايه؟ ما عملتش كده فوق ليه؟ يعني انا ايه اللي خلاني اقول ان انا كده خلصت المساله؟ ان اللي فوق فيها بلس وماينس ومفيش حاجه تربط مين بمين؟ الاكس بالواي وفي تو سايدز غير بعض. تمام؟ يبقى اول ما توصل للجمله دي اقدر اقول لك ان انت عرفت ان الاكس هنا فاري مع الواي. دايركت هنا ولا انفرس؟ دايركت. يلا نشوف السؤال ده.
هندخل الفور اي بي جوه ونعمل لا نعمل فاكتورايز. فاكتورايز هو شكلك انت مش حافظ الكلمه فاكتورايز. ربنا عارف. ماشي زي الفل. تعالى نبدا نحل كده زي ما انتوا قلتوا، هندخل الفور اي بي جوه فبقت اي باور 2 ليه بلس ماينس 4 اي بي بلس 4 بي باور 2. انا عملت كده ليه؟ انا قلت لك الحصه اللي فاتت عشان نبقى بالمره رتبت الايكويجن اللي عندي. ما هو هنا الاي باور 2 وهنا الاي باور 1 وهنا مفيش اي خالص. تعالى نعمل الفاكتورايز بتاعنا. ادي ال2 براكتس ايكوال 0. ابدا وزع هنا A و A وفي الاخر كان B 2B. ليه بقى؟ هي المفروض تبقى B باي B. وارجع اقول الجمله بتاعتي، عايز رقمين حاصل ضربهم 4 ومجموعهم 4 تبقى 2 باي 2. وابدا اقول الساين الاخيره بوزيتيف فال 2 زي اللي في النص نيجاتيف، وبعد كده ال2 براكتس زي بعض فهاخد براكت واساويه بالزيرو. في ناس نايمه خالص يعني الموضوع بسيط وفي ناس قاعده مش مركزه. نفس الكلام كررناه ثلاث مرات لحد دلوقتي اهو. هناخد الاي ماينس 2 بي اللي هو براكت من الاثنين ونساويهم بالزيرو، هنرمي واحد منهم الناحيه الثانيه يبقى الاي ايكوال 2 بي، وده معناه دايركت فاريشن. اسالك سؤال بقى، يبقى الام بكام؟ هو لما حضرتك تكتب ان الاي فاري مع البي وانا احب اكتب الريليشن اكتب ايه؟ A ايكوال ام بي. طب ما دي هي هي دي، يبقى الاي ايكوال كام بي؟ 2 بي. يبقى الام بكام؟ ب 2. تمام؟ نفس الفكره. نفس فكره الفاكتورايز هي هي. هندخل مين جوه؟ النيجاتيف 25 تبقى هرتبها ازاي بقى؟ A باور 2 B باور 4 لا ماينس 10 A. هي مترتبة أصلا. ركز على فاريبل واحد من الاثنين، الـ A مثلا، الـ A هنا باور وبعدها باور 1 وبعدها مفيش باور خالص، أو حتى لو ركزت على البي الـ B باور 4 B باور 2 مفيش B خالص. ابدأ اعمل الفاكتورايز بتاعك. آدي الـ 2 brackets equal 0 A B باور 2 A B باور 2 5 باي 5 الاخيره بوزيتيف الاثنين زي اللي في النص. هاخد براكت واحد واساويه بالزيرو، هودي ال 5 بره واعمل ديفايد. نفس اللي قلناه في الاكس والواي بس بارقام مختلفه هنا، فنفس الطريق ما بقاش في حاجه جديده. تمام؟ طيب المساله دي هي يمكن ارخم مساله في الدرس ومحتاجه تركيز عشان تفهم ايه المشكله الاساسيه فيها. طبعا اي حد مركز في الكلام اللي احنا شرحناه مع اول كلمتين هيقول لي يا مستر ده مش تبع الدرس اساسا عشان البلس. ما هي دي مش فاريشن ولا هي دايركت ولا انفرس، بس الكلام ده ما بين مين ومين؟ الواي والبي. بص يا سيدي، المساله دي انت لو عديت بعينك كده سريعا هتلاقي المساله فيها كام فاريبل موجود؟ 3. مين ومين ومين؟ كلام زي الفل. اول ما تلاقي المساله، طبعا المساله دي ما بتجيش في الامتحان الا لما يبقى فيها كام فاريبل؟ 3. ثلاث رموز عندك في المساله، مش زي المسائل اللي فاتت كلها يا اما اكس واي يا اما اي وبي، اي رمزين بس. هنا في عندك اكس وواي وبي. انا مش هبدا احل المساله الا لما تخلص من الثري سايدز دول بتوع التراينجل، تجيب لي على كل سايد ريليشن بتربط الطرفين بتوع السايدز. يعني ايه؟ يعني عايز ريليشن تربط مين بمين؟ اكس بواي. بس انا ما قلتلكش هل هي دايركت ولا انفرس، انا عايز ريليشن وخلاص. اي جمله فيها مين ومين؟ اكس واي. وهنا عايزك تجيب لي جمله تربط الواي بالبي، وهنا جمله تربط. اول لما تجيب لي الثلاث جمل دول خلاص هحل لك المساله واحده واحده. اول جمله واضحه
بتربط مين بمين؟ الواي بالبي. يبقى انا هكتبها على السايد بتاع الواي والبي مع بعض. مليها لي واي ايكوال 1 بلس. انا ما قلتش ان هي دايركت او انفرس، انا قلت عايز ريليشن وخلاص تربط الاثنين ببعض حتى لو كان فيها بلس. على حسب المساله، هنا المساله اللي بتربط الواي بالبي ولا هي دايركت ولا انفرس، فانا كتبتها له زي ما هي. كمل قرايه. وير بي ذا، اه هنا بقى البي فاري مع ايه انفرسلي، يبقى هكتب ايه؟ 1 اوفر اكس باور 2. طب جري بقى سريعا كده حولها لي يلا الريليشن. فانا هكتب البي ايكوال ام اوفر اكس باور. تقدر تجيب لي الام؟ عشان اجيب الام لازم يبقى عندي، عندي ايه؟ البي والاكس. هل هو مدي لك البي والاكس؟ يا جماعه اسمعوني، رد على السؤال، هل هو مديك البي والاكس؟ لا، يبقى مش هتعرف تجيب الام لحد دلوقتي. بس لو فكرت اكتر ممكن اجيب البي من الواي. اه مش في ريليشن بتربط البي والواي مع بعض؟ هو مش انت عارف دلوقتي ان البي لوحده ممكن اشيلها واحط مكانها ايه؟ ام اوفر اكس باور 2. حطها لي هناك، يعني تعالى نشيل البي دي ونحطها هنا، فتبقى الريليشن بتاعتي ايه؟ مليها لي اللي في المثلث واي ايكوال 1 بلس مكان البي هتحط ايه؟ ام اوفر اكس باور 2. تقدر تجيب لي الام كده ولا لا؟ ليه؟ لان السطر اللي انت لسه كاتبه حالا ده فيه ثلاث رموز، عندك اتنين منهم اللي هم مين ومين؟ الواي والاكس. انت فهمت احنا عملنا ايه؟ هقول تاني. اول سطر انا نقلته في المثلث عادي. السطر الثاني انا كتبت ان البي فاري انفرسلي مع الاكس باور 2، فكتبت بي فاري مع 1 اوفر اكس باور 2، شلت علامه الفاريشن وحط ايكوال ام، وبدات اظبط الدنيا. بس لقيت ان الريليشن دي انا مش قادر اجيب منها الام. ليه؟ ان هي محتاجه البي والاكس وانا ما عنديش بي في المساله اصلا. بس خدت بالي ان انا ممكن اشيل البي من مسالتي واحط ام اوفر اكس باور 2. فين؟ هنا مكان البي دي. فبقت الواي ايكوال 1 بلس ام اوفر اكس باور 2. هنا الجمله دي فيها مين ومين ومين رموز؟ اكس واي وام. هو مديك ايه في السؤال؟ الواي والاكس، عايزك تجيب الام. طب انا لو جبت الام، ما جبنا الام، اعتبر ان احنا جبنا الام واحنا فعلا هنبقى خلاص جبنا الام. لو انا جبت الام دلوقتي، هل انا بقى عندي ريليشن بتربط الاكس بالواي؟ عندي ريليشن بتربط الاكس والواي. اه اهي الجمله دي صح، مش هي بتربط الاكس بالواي والام دي انا هشيلها واحط الرقم بتاعها؟ هل عندي؟ يبقى انا كده هجيب السايد اللي بيربط مين بمين. هل هيبقى عندي ريليشن بتربط الاكس بالبي؟ اه، لان انا هحط الام هنا بالرقم اللي احنا قلنا عليه، فبقى البي والاكس موجودين، فهتقدر تحط السايد ده وابقى قفلت لك المثلث. اول لما تقفل المثلث خلاص المساله اي مطلوب هتطلبه مني هعرف احله. انا كل ده عمال بجهز معلومات عشان لما تطلب مني الحاجه اقول لك اهي بس، ومش هقدر اقول لك الحاجه اللي انت عايزها اهي الا لما اقفل المثلث. طيب تعالى دلوقتي كده نشوف ايه اللي احنا عايزين نعمله. هنحط مين؟ ايه الارقام اللي احنا هنعوض بيها؟ هنحط مكان الواي كام؟ 17. والاكس هاف، يبقى مكان الواي 17 ايكوال 1 بلس ام اوفر هاف بس باور 2. ايه اللي ممكن نحسبه؟ هسال سؤال والسؤال ده هيفهم اني هل انت واخد بالك ولا لا. اقدر اعمل كروس مالتيبليكيشن؟ لا. لا دلوقتي بسبب ال1 اللي هي 1 بلس. فايه رايك ناخد ال1 نرميها الناحيه الثانيه كانها ايكويشن عاديه؟ يعني هي بلس 1 تروح الناحيه الثانيه ماينس 1، فلما تروح الناحيه الثانيه بقت 17 ماينس 1 17 ماينس 1 16 ايكوال ام اوفر
الهاف باور 2 هتتحسب ب 1 اوفر 4 عشان اجيب الام هعمل ايه؟ كروس ملتيبيكيشن، هحط ال 16 اوفر الكروس الام في وشها الام باي 1 ايكوال ام، يبقى ذيرفور الام ايكوال كوارتر باي ال 16. هتطلع عايزك بقى تشيل لي كل ام وتحط مكانها 4 في المساله. فدلوقتي الريليشن اللي بتربط الاكس بالواي فين هي؟ اهي مليها لي واي ايكوال 1 بلس 4، ما انا جبتها اوفر اكس باور 2. الريليشن اللي بتربط الاكس بالبي اهي مليها لي بي ايكوال 4 اوفر اكس باور 2. كده عندك ايه؟ المثلث، المثلث كامل. اقرا اللي هو عايزه. هنا هنا فايند، فايند ذا ايه؟ ما بين، انا جايبها اهي خلصت. هروح كاتب له ذا ريليشن بتوين اكس اند واي از واي ايكوال 1 بلس 4 اوفر اكس باور 2. اللي بعده ها، ذن فايند ذا فاليو اوف، لما الاكس هتعوض فين؟ في نفس الريليشن. مش انت بتقول لي هات لي قيمه الواي لما الاكس ب 2؟ تعالى نحط هنا، هنروح كاتبين له كده ات لما الاكس بكام؟ ها واي ايكوال 1 بلس 4 اوفر 2 باور 2. 2 باور 2 4 اوفر 4 يبقى 1 بلس 1 يبقى الواي ايكوال 2. خلصت المساله. سؤال مهبب بس لو فهمته بقى سهل جدا. احنا بقى لنا نص ساعة عمالين بنشرح ومثلثات وصايد وشيل الام وجيب الواي وحطها مكان البي ليلة. طبعا السؤال ده بيجي في الامتحان بكام فاريبل قلنا؟ 3. انت بتعرفه منين؟ من ال 3 وان في بلس. ان في 3 فاريبلز، 3 رموز، وان لازم تلاقي جواه بلس او ماينس بقى. طبعا يعني اي فكرة من الاثنين. ده اخر جزء كده، هو ده مفيش غيره. اقرا السطر. ذا ريليشن واي ايكوال ام اكس، دي بتعبر عن ايه؟ دايركت ولا انفرس؟ تمام. از ريبريزنتد جرافيكالي باي ايه؟ وركز قوي على دي، لازم تبقى ستريت لاين باسنج ثرو ذا اوريجن بوينت، اللي هي كام وكام؟ قصدك ايه يعني؟ قصدي ان اي رسمه تعدي فيها ستريت لاين من على الاوريجن بوينت دي بتعبر عن دايركت فاريشن، دايركت فاريشن. طب يبقى معنى كده بقى ان اي حاجه ما بتعديش من على الاوريجن بوينت هتبقى انفرس؟ لا، والا كنت قلت لك الكلام ده. ما هو في يا دايركت فاريشن يا انفرس يا ريليشن فيها بلس وماينس. اللي انا متاكد منه ان اي حاجه بتعدي من على الاوريجن بوينت هتبقى دايركت. السؤال هيجي في الحته دي ازاي؟ بمنتهى السهوله بيقول لك مين من دول دايركت؟ مفيش غير تشوز. السؤال ده ما بيجيش غير تشوز اهو. شو ويتش اوف ذا بوينت نفس ريبريزنت دايركت اكس اند واي؟ اول واحده تنفع؟ لا. لا. اللي بعدها؟ لا. اللي بعدها تنفع. اللي بعدها ليه؟ عشان مكسور. ده مش ستريت لاين، ده تو لاينز. لو انا مسحت الحته دي كانت تنفع. طب لو انا مسحت الجزء ده ما ينفعش. ففي الحالتين هو ما ينفعش اصلا. ها اللي بعده ينفع، اللي بعده لا، اللي بعده ينفع. معدي من على الاوريجن بوينت وستريت لاين ولا لا؟ ما تقوليش بقى اصل هو رسم الفيرست كوادرنت. انا ما قلتش انا القصه دي. يبقى دي تنفع، دي مع ان هي عدت من على، بس ده كيرف، كيرف ما ينفعش. تمام. تكمله للي انا قلته دلوقتي هكتب لك شويه ريليشنز. بمجرد ما تقول لي دايركت ولا انفرس، اكس اوفر واي ايكوال 2 اوفر 3، يلا اغلطوا. دايركت ولا انفرس؟ انفرس. لا طيب الاكس جدع على عمر، الاكس والواي في حته واحده، ما اقدرش احدد. امتى تحدد؟ لما الاكس
طب تعمل ايه عشان تخلي الاكس والواي في ناحيتين غير بعض؟ كروس مالت. بص انت قاعده النهارده ما قلتيش غير كلمه كروس مالتيبليكيشن وهي الحل بتاع كل المسائل، خدتي بالك؟ فتروحي تعملي ايه وانت بتحلي؟ تبعتي لي الاسئله تقولي هو انا هعمل ايه في السؤال ده؟ فاروح قايل لك كروس مالتيبليكيشن واشتم. تمام؟ الكروس مالتيبليكيشن اكس باي 3 ب 3 اكس ايكوال 2 باي واي 2 واي، بقى دايركت ولا انفرس؟ دايركت. ما تحددش ان هو دايركت ولا انفرس الا لما تبقى الاكس والواي في تو سايدز غير بعض. طب اللي بعده x over 5 equal 3 over y inverse. واضحه قوي، في equal في النص ما بين الاكس وال وواحد في النيوميريتور والثاني دينومينيتور. لو قلت 1 over x equal 7 over y دايركت، الاكس والواي فين؟ في الدينومينيتور. طب لو قلنا x equal مثلا ثيرد الواي دايركت ولا انفرس؟ ما فيها فراكشن اهي. انا بتكلم على مين؟ الاكس والواي، ماليش دعوه بالارقام، مالكش دعوه بالارقام خالص، يبقى دي دايركت فاريشن. طيب دي دايركت ولا انفرس؟ ريليشن عاديه، ولا هي دايركت ولا هي انفرس، انا عشان فيها بلس او ماينس. طبعا السؤال في الامتحان هيروح كاتب لك مثلا اربعه من دول، سؤال شوز برضو ويقول لك the direct variation between x and y is not، فانت هتختار الجمله الوحيده اللي فيها الاكس والواي الاثنين دايركت مع بعض. تمام؟ ومن الجمل اللي برضو بيلخبط فيها انه يقول لك اكس واي ايكوال 7، ها دي دايركت ولا انفرس؟ مش قادر احدد، فهعمل ايه؟ لا هو فين الفراكشن اصلا؟ حطي 7 اوفر 1. الغباء لما بيستحكم، اعملي كروس هي هي رجعت زي ما كانت، فما عملتش حاجه. الكروس امتى بينفع؟ لما الاقي المساله اهي كده الاثنين فراكشن، او واحده فراكشن والثانيه لا، لكن دي الاثنين نيوميريتور، فهعمل ايه؟ ديفايد مين؟ اكس او واي، براحتك اللي انت عايزه. لو انا عملت هنا ديفايد اكس، الاكس طارد فاتبقى لي واي ايكوال 7 اوفر، وبالتالي انفرس لان الاكس في الدينومينيتور والواي نيوميريتور. مش عارف مراقبني. ليسن 2 اللي هو الديسبريشن، عنوان الدرس الترجمه بتاعته بالعربي كده اسمها التشتت. طيب ما ته لزقت في الشين اهي حضرتك. بص مش راضي يتكتب. يلا ما انتوا فهمتوا الكلمه؟ بس خلاص يلا. يعني ايه بقى كلمه التشتت؟ اولا احنا هنفهم الكلام مش هنحل المسائل بس، عشان اسهل حاجه في الدرس ان انت تحل مساله على طول، ده اسهل حاجه. بس انت مش فاهم الرمز ده معناه ايه وبتدرس ايه اساسا، انت عايز تحل مساله وخلاص من عين، ما تركزش في اللي انا هقوله وابدا من اول مساله. طيب كلمه الديسبريشن اللي هي التشتت مقصود بيها تباعد الارقام او اي حاجه عن بعض. يعني لو انا عملت دلوقتي امتحان للطلاب اللي عندي وبدات اسجل الدرجات بتاعتهم، وبناء على تسجيلي للدرجات هبدا افهم شويه حاجات. لو الامتحان الفول مارك بتاعته من 10، فلما جيت اسجل درجات الطلاب كانوا 9 9.5 9 9.5 10. ايوه انت قلت ايه؟ العيال المجتهده دي ليه؟ لان الدرجات بتاعتهم كويسه وكمان متقاربه، صح؟ طب بص للمجموعه اللي بعدها 9 9.5 9 9.5 1، هتقول ايه؟ كلهم فالحين الا ابن اللذين ده، هو ده الفاشل الوحيد اللي فيهم. فلو عمر عايش في مروان، لو افترضنا ان انا شلت الواد ده من المجموعه، الفصل هيتظبط ولا لا؟ هيبقى وجهه نظري عن الفصل ده انه فصل ايه؟ كويسين. طب بص للمجموعه اللي بعدها 2 2.5 1.5 0.5 1، بس كلهم يعني انقل حد فيهم من الفصل،
ليه؟ كلهم فشله بالظبط، كلهم فما فيش حد فيهم فيه مشكله، يعني كلهم لمين بعض كده الفشله وعاملين لهم فصل. طب بص للي جاي 2 2.5 1.5 0.5 10، اطرد ده من الفصل. ده لو قعد معاهم ما هو هيبقى زيهم. انت خدت بالك ان انا مش بتكلم على الدرجات، انا بتكلم على تباعد الارقام عن بعض. انا مش فارق معايا العيال دي تجيب درجات كويسه ولا تجيب درجات وحشه، انا المهم ان المجموعه تبقى مجموعه زي بعض زي بعض. فانا دلوقتي عملت الديسبريشن ده، الميجر ده، الطريقه دي في القياس عشان تفهمني القصه دي ماشيه ازاي. طلع حاجه ربنا يستر. الميجر ده، الطريقه دي في القياس هتعبر لي عن المجموعه من الطلاب او مجموعه الدرجات او مجموعه الاجور، المرتبات بتاعه الناس متقاربه ولا متباعده، اطلع حد ولا الدنيا مظبوطه. فدلوقتي الميجر او الطريقه بتاعه القياس هنبدا نقسم الدنيا. طريقه سهله بس بتظلم وساعات بتديني وجهه نظر مختلفه عن المجموعه، وطريقه صعبه ورخمه بس هي اللي بتديني نتيجه دقيقه عن المجموعه. تعال نفهم انا قصدي ايه. الديسبريشن ميجرمنتس، طريقه القياس بتاعت الديسبريشن، اول طريقه اسمها طريقه الايه؟ الرينج. طبعا طريقه الرينج دي انت عارفها اصلا من السنه اللي فاتت المفروض. بتجيب الديفرنس اللي ما بين وال بس، انت معتمد على مين؟ اعلى درجه واقل درجه. فلو انا دلوقتي ركز بقى في الكلام، ما اديتلكش الدرجات كلها بتاعت الطلاب دي، مش كل الدرجات، انا اديت لك اقل درجه اللي هي 9 واعلى درجه اللي هي، فانت عملت ماينس. الناتج انت عارف يعني ايه ان الديسبريشن ايكوال 1؟ يعني الفرق ما بين اقل طالب واعلى طالب 1. فانت هتفهم ايه؟ ان الطلبه دي درجاتهم قريبه من بعض، صح؟ تعال نجيب الديسبريشن في المجموعه الثانيه. مين اكبر درجه؟ 9.5. اقل درجه 1، يبقى الرينج هنا ايكوال 8.5. هتفهم ايه؟ ان الفرق كبير ما بين، بس هل وجهه نظرك صح؟ ليه صح؟ ليه مش صح؟ هما كلهم قريبين من بعض، مفيش غير الواد ده، فهو ده اللي بوظ لي الدنيا، لولا وجوده كانت المساله بقت مظبوطه. فده معناه ان انا معتمد على القيم، اقل قيمه واكبر قيمه، المينيمم والماكسيمم بس، فدي بتديني وجهه نظر غلط. انت اللي فاهمه من هنا ان اي حد هيعدي يبص على الديسبريشن ب 8.5 هيقول لك ده الفصل ده فيه درجات بعيده خالص عن بعض، اللي جايب 2 واللي جايب 7 واللي جايب 5، ففي فرق ما بين اقل درجه واكبر درجه 8 درجات ونص. طب بص هنا، مين اكبر قيمه؟ 2.5. اصغر قيمه 0.5، فالديسبريشن هيبقى 2. فهتفتكر ان الدرجات قريبه، هي قريبه تمام. تعالى هنا 9.5 الرينج، اكبر قيمه واقل قيمه 10 و0.5، الفرق ما بينهم 9.5. فهتفتكر ان الفصل ده درجاته بعيده عن بعض، لا ده الفصل ده كل درجاته قريبه من بعض، ده هو الواد ده هو الوحيد اللي غير الدرجه. فعشان كده نقدر نقول، حتى هتلاقي الكلام ده مكتوب قدام حضرتك دلوقتي، بس تعالى نكمل، ان ايه هو الرينج دلوقتي؟ الجريتست وال سمولست. فلو طلب منك في الامتحان ذا سمبلست واي، ابسط طريقه اوف ميجرينج ديسبريشن از نقط رينج، ابسط طريقه لقياس الديسبريشن ايه هي؟ هي دي ابسط طريقه. ماشي، تعالوا نشوف الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه اسمها طريقه الستاندرد ديفيشن. نترجم ونفهم احنا قلناها ليه وايه اللي هيخلينا نعمل كده. كلمه ستاندرد يعني قياسي او معياري، مش فاهم. في حاجه اسمها القياس او المعيار، المعيار ده هو خط انا بحطه لك تشتغل عليه. اي حد زي بالظبط كده الطابور بتاع المدرسه، وانتوا واقفين طابور، لو كلكم واقفين مظبوطين وفي واحد خرج من بره الطابور او بدا يتحرك، المستر اللي واقف قدام الطابور بياخد باله بسبب ان كلكم واقفين ايه؟ ستاندرد، تمام. وفي واحد عمل ديفييت، يعني بدا ينحرف يتحرك بعيد عن المجموعه، فايه اللي هيحصل؟ هبدا الاحظ على طول. فانا هعمل ايه؟ هبدا احط لك
ستاندرد، خط ستاندرد. الخط ده اي حد يتحرك يمين او شمال ابدا اخد بالي منه. فكده انا مراقب مين؟ كل الناس. المره دي انا براقب اي حد بيتحرك، صح ولا غلط؟ ولا انا بركز على اقل واحد واكبر واحد؟ انا بركز على الكل، الكل مره واحده، فده يديني نتيجه ادق مع ان انا هاخد وقت اطول بكتير. طيب تعالى نقرا بقى كده ايه اللي المفروض اعمله. اولا في شويه رموز اول مره تتعامل معاها هنا في المساله، زي الرمز ده والرمز ده. الرمز ده اللي عامل زي شكل السكس بس ليها شرطه طويله شويه، والرمز الثاني ده كل واحد فيهم ليه اسم وليه معنى. الرمز ده اسمه سيجما. اسمه ايه؟ السيجما دي بتعبر عن الستاندرد ديفيشن، اللي هي الحاجه اللي بنقيس بيها الديسبريشن. يعني ده الرمز بتاع الدرس اللي هو علامه السيجما. الرمز ده اسمه سميشن. كلمه سميشن معناها مجموع، وانا بستخدمها واي حاجه وراها، يعني انا قصدي اجمع الكلام اللي جاي ده كله، اجمع الكلام اللي جاي ده، اي ارقام من اللي جايه دي هتجمعها. ماشي. الام هي عباره عن النمبر اوف فاليوز، عدد الطلاب اللي انت بتدرسهم. الاكس هي الفاليو نفسها، درجه كل طالب. الاكس بار هي عباره عن الاريزمتيك مين، اللي هو مجموع درجات الطلاب ديفايد عددهم. طبعا الاكس بار دي هي الحاجه الوحيده اللي انت خدتها قبل كده. هقولها تاني اهو، الاكس بار هي عباره عن السم اوف فاليوز ديفايد النمبر. طيب انا يعني مش فاهم القانون قوي، بس انا عايز اقول لحضرتك ان انت هتحفظ ده هتحل كل المسائل اللي فيها ستاندرد ديفيشن صح. نبدا بقى من اول دلوقتي. كل اللي فات ده للفهم، اللي جاي حفظ وحل. هيتساوى بيه بقى في بقى اللي فاهم مع اللي مش فاهم، انت هتحل بس خلاص. بس على الاقل اللي فاهم وعارف يعني ايه اكس، عارف يعني ايه ستاندرد ديفيشن، الرقم اللي بيطلع ده بيعبر عن ايه، عشان تبقى الموضوع بالنسبه لك يعني منطقي شويه. احفظ اللي هقول لك عليه، ما فيهوش فهم ولا تفكير، هتحفظه زي ما هو كده. كل المطلوب من حضرتك تعمله في السؤال هيقول لك كالكوليت ذا ستاندرد ديفيشن لشويه ارقام، وركز عشان كلمه ارقام دي هنحتاجها الحصه اللي جايه لما نكمل بقيه الدرس. اول لما اقول لك ستاندرد ديفيشن لشويه ارقام، شويه فاليوز، حضرتك هتعمل الجدول ده زي ما هو. في كام خانه؟ ثلاث خانات. اول خانه اسمها اللي هي الدرجات بتاعت الارقام، الارقام اللي موجوده عندك اكتبها باي ترتيب، مفيش ترتيب ولا هنا ascending ولا descending، انقلهم زي ما هم. 8 9 7 6 5. صعبه. الخانه اللي بعدها اسمها ايه؟ اكس ماينس اكس بار. انا لسه قايل لك من شويه مين هي الاكس بار؟ السم ديفايد النمبر. يعني اكس بار هي عباره عن مجموع الارقام اللي عندك ديفايد النمبر اللي هو عددهم. الناس جابت كام؟ 8 و9 و7 و6 و5 ديفايد. ايه ال5 دي؟ عددهم. لو عملت كل ده هتطلع لك الاجابه 7، 35 على 5 هتطلع فيها ال7. يبقى الاكس بار بكام؟ قول لي بقى فاهم دي معناها ايه؟ هتاخد كل اكس وتشيل منها الاكس بار، تشيل منها 7. يعني 8 ماينس 9 ماينس 7 ماينس 7 6 ماينس 7 5 ماينس 7 ايكوال كام؟ 1 2 0 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2. بص للخانه الاخيره، هو نفس الخانه دي بس باور، فانت خد الناتج اعمل له باور 2. 1 باور 2 2 باور 2 0 باور 2 نيجاتيف 1 باور 2 1. ماليش دعوه بالنيجاتيف، خلي بالك الخانه دي ما فيهاش غير ارقام يا بوزيتيف يا اما زيرو، ما فيهاش نيجاتيف خالص بسبب الباور دايما بياكل النيجاتيف. هنا 1 وهنا 4، ما هي نيجاتيف 2 بقت باور 2 ب 4. قول لي كده، هو انت فاكر كان في علامه ايه؟ سكوير روت. مين اللي تحت؟ الام اللي هي
النمبر. النمبر اوف فاليوز عندك بكام؟ لا النمبر، النمبر ب 5. الاكس بار هي اللي كانت ب 7 لان هي ناتج السم ديفايد النمبر. هنا كان مكتوب ايه؟ علامه السميشن بتاعت، مش فاكر، مش فاكر. اخر خانه دايما مين اخر خانه؟ اكس ماينس اكس بار اول باور 2 اللي هو انت قصدك ايه؟ من الاخر كده انا عايز حضرتك تاخد كل الارقام دي تجمعها، عشان كده انا قلت لك علامه السميشن معناها ايه؟ اجمع. تعال نجمع 1 و 4 و 0 و 1 و 4 10. يبقى انت عارف ان السميشن بتاع الخانه دي طلع لك بكام؟ فانا هكتب هنا ايه؟ 10 ديفايد 5. يعني الاجابه هي روت 2. لو كتبت دي على الاله ابروكسيميتلي هتطلع 1.4. خلص السؤال، معاك 3 درجات، شكرا. مفيش اي، هو انت هتحفظ الكلام اللي انا قلته؟ هو اللي هو القانون دي يتحفظ اهو، القانون هيتحفظ. وخانات الجدول دي مفيش. بص كده، الاكس، الاكس دي نوتس لمين؟ للفاليو. الاكس بار دي نوتس المين؟ اللي هو اكس بار. الان دي نوتس النمبر اوف فاليوز. العلامه دي دي نوتس للايه؟ سميشن اوبريشن. القانون ده هيتغير؟ لا، طالما المساله، وركز بقى في اللي انا هعمله دلوقتي. لو فيها حاجه غير الارقام ده اللي لسه هناخده الحصه اللي جايه، بس لو فيها ارقام بس وطلبت مني الستاندرد ديفيشن هعمل ايه؟ الثلاث خانات دول ونفس القانون، نفس القانون، تمام؟